برعاية سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة. الجائزة أتت بفروع أربعة ومنحت للفائزين بفئتين، فئة للأفراد وفئة للمؤسسات. فاز بفرع تعليم العربية وتعلمها للأفراد الدكتور لين لو من جمهورية الصين، ودار جامعة الملك سعود للنشر للمؤسسات. وفاز في فرع حوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة الدكتور عبد المحسن الثبيتي والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا. وفي فرع أبحاث اللغة العربية فاز الدكتور عبد الله رشيد ومعهد المخطوطات العربية. أما في فرع نشر الوعي اللغوي فقد فاز الدكتور صالح بالعيد من الجزائر ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوميكانيكية تنتج أول خارطة بحرية ملاحية لجزيرة سندالة، وقد أعلن عن افتتاح الجزيرة حديثاً والتي تعد أولى وجهات نيوم استقبالاً للزوار. المزيد في هذا التقرير. هنا جزيرة سندالة التي تقع في قلب المياه الفيروزية الصافية للبحر الأحمر على بعد 5 كيلومترات من ساحل نيوم. تعد الجزيرة أولى وجهات نيوم في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية، وتمتد هذه الوجهة الفريدة على مساحة 840 ألف متر مربع، حيث تعد بوابة نيوم إلى البحر الأحمر. وبفضل موقعها المثالي توفر وصولاً سهلاً وسلساً لأصحاب اليخوت والقوارب، وتدمج سندالة بين الجمال الطبيعي والتصميم المتطور المعزز بالتقنية والتميز المعماري. ومن المتوقع أن توفر سندالة نحو 3500 وظيفة، كما ستستقبل نحو 2400 زائر يومياً بحلول عام 2028، ما يسهم في تعزيز قطاعي الضيافة والسياحة المتناميين في المملكة ودعم خطط التنويع الاقتصادي توافقاً مع رؤية 2030. يواصل الفائزون بمسابقة الأفلام القصيرة حكاية أثر رحلتهم الإبداعية في منطقة عسير. تهدف هذه المسابقة لإنتاج فيلم مشترك يجسد موروثنا الثقافي العريق، وهي تجربة تسلط الضوء على تراثنا وتاريخنا وتقدم حكايات تحمل أثر الماضي وتستشرف المستقبل. وهذه المرة في عمل فني يروي حكاية أصالة وتقاليد منطقة عسير.